لازم احنا نفصل انه الموسم القادم غير المواسم كلها، باعتبار انه عندنا 7 محترفين لاعبين جايين، واحد مواليد جايين يبحثوا عن رزقهم ويقاتلوا من اجل لقمة العيش. هذه في الاساس هي المهنة، مهنته هو لاعب. والخيارات على اللاعب السعودي خيارات لم تعد الفرقة كاملة، 11 لاعب ولا في الحدود، وبالتالي حيكون عند اللاعب اللي لديه رغبة وطموح وفرض اسمه على تشكيلة فريقه عنده مشروع كبير لازم يهتم فيه. احنا انتقلنا الان من دور انه احنا يعني تربويين او تثقيفيين او كذا الى انه احنا نشجع اللاعب النجم الذي استطاع ان يفرض امكانيه. اول لما تكون التشكيله 11 لاعب سعودي والاحتياط 11 لاعب سعودي، فرضنا، ارجوكم انتبهوا لانفسكم، خلوك نبغى عشان يلعبوا عشان يعطونا مباراه جيده. الحين ما عاد فيه خلاص نقعد نترجاهم، الحين هذه فرص متاحه للبطل، فرص متاحه للاعب الذي لديه طموح ورغبه انه يحقق نجوميته ويقاتل اللاعب الاجنبي عشان يبحث عن وظيفته ومعاشه وحضوره، ومن ثم نحصل احنا اداء مرتفع على مستوى. الخوف، كل الخوف اللي انا لاحظته في بعض الفرق خلال اللي شاركت بالاجانب، انه اللاعبين الاجانب جايين عندهم رغبه انهم يقدموا اداء، ويجي اللاعب السعودي الذكي، وهذا طبعا اللاعب السعودي يقوم يحاول يقول لهم يا جماعه التمريره خلوها سهله بشويش، بلاش هذا الركض السريع. فتشوف رتم الفريق حلو، باص استلام تسليم، لكن رتمه ثقيل عن اللعب السريع، عن الحركة السريعة. هذه وين صارت؟ دحين اللاعب السعودي ايش يسوي؟ عنده ذكاء، إذا كان يبغى يستبعد المدرب عنده طريقة، إذا كان يبغى يريح يعني اللاعب السعودي يقول للأجانب استبعد لاعب محترف، يقول أنتم مصدقين احنا ايش قاعدين، أنتم ما تدرون عنا، ترى احنا هذا توقع على معلومة. يقول له ترى احنا أبشرك 4 شهور في العيادة و3 يشيلونا من عربية وعشان كذا اللعب تشوف رتمه يا راجل، يحجز على الكرة لحد تطلع اوت. هذه في كرة القدم عند الناس اللي وصلت اعلى مستوى كرة قدم، الاوت هذه كأنه خطا فني. الامبراش شفت هذا ما تشوفه تحصله في ملاعب اوروبا، قال لك امبراش شال الكرة، الامبراش خطا مهاري يعتبر عند المدربين الكبار. لو سمحت خليني اكمل جزئيتي. محمد السويرم والله حبيبي محمد، بس انا كنت متحمس في هذا، بس انت ابو ساره بعد لازم تساعدنا بعد، حتى الشباب مجهزين هجوم يملك مهاره المعرفه صراحه. ما شاء الله تبارك الله، الله يعزكم، ما شاء الله. انت زميل وكنا نلعب في ملعب السفاره الايطاليه جاي اليوم ابو ساره، وكنا هو كان نجم في نادي الاهلي والنصر، بعد لعبت في النصر، لا عملت مدير عام.